واحد السلام عليكم متتبعين قناة الطبخ مع عزيز العبدي، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى نلقاكم بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال كيف ديما. كنشكر جميع الإخوان والأخوات من أرض الوطن وخارج أرض الوطن على التفاعل الدائم. الله يحفظكم ويضمنكم ويسر أموركم وينقشكم من طريقكم الفجر هذا. أنا والسي عبد السلام عاد جينا من واحد الخدمة، ألقينا السي عاطف تحية لي من هذا المنبر، كل خير في داره، الله يخلف عليه ويجد لنا الفطور. والله يدير بحسابه ويصلح لي وليداته، عنده بنية وليد الله يحفظهم لي ويكبروا ان شاء الله. عاطف انا اللي طيبت لي في عرسو، عبد السلام انا اللي طيبت لي في عرسو، الخمس صلاو الخمس وبارك القلب والمسمومات، رقدوا حتى 12 الوحدة ونوضوا كتبوا لي كومون طراس كي كما مالكم بغيت لكم عدل اللي شافكم يتفلي. المهم مرحبا بكم الف مرحبا. العاوني الحشاش دار قاعد يصوني، صونا لي البارح مع 12 غيماش صون؟ 12 12 11 ديال الليل، قال لي عاد سالي من العرجي، قلت له حلس لي دحش وصيفطوا لي لدار العرس. الشيخ باقي ما بداو، الغرامه ما بدات، العشاء ما حطينا الحريره ما دورناها وغنجي ديريكت ماكينه. المهم قلت لي عاد كون هاني الوقت اللي ساه الله غادي نجي، دوك احنا جينا من واحد العرس ان شاء الله احنا غادي ندور نبيقات. تحيه للنبيقات وتحيه للنبيقات. كي قلت لكم العروس حشاديه والعريس نبيقي، هاد شارج ليا التليفون راه حذفت عاد غنكمل، رجعت نسيت انا شنو كنت نقول عاد رجعت. المهم هو من نبيقات وهي من الحشاجده، والله يثبت الغرس المالي العرس ويجعلهم كل شيء بارك مسعود، يفرحكم ويفرحنا في وليداتنا. والله ما الحمد، دخلوا عمانة، كاين ما يتشاف اليوم شي اليوم، كاين ما يتشاف هذا العرس، أريد فيه الحشاجدة، الحشاجدة منومين ومن خوين، عرسهم مبدلين، والواقع مزيان مبدلين على عبدة كاملين، وخا نديروا العراس كاملين، إلا أنا بوكم العبدي، عرسي عراسي عرس بناتي اللي جوجت، بناتي الأولاد، بناتي اللي ربيت ماشي بنات خوتي وبنات خواتاتي. درت لهم العراس، درت ما كان عادي لليوتيوب هذيك الساعه لا والو، او تشوفوا العراس ديال بصح الوقت خرفت، بغيت ندير عشي عرس في دارنا باقي ما ساهل سيدي ربي، المهم ان شاء الله نتزوج وندير لكم العرس. الله نتزوج، اي انا باقي نتزوج، بقى لي على الفاس والقياس، باكم الشارف بقى لي كناكلها بالخبز بالخميره البلديه والزيت العود. لا يا ربي الله سير عاطف، الله يفيض خميرتك ويطول خيرتك، كي اعتقتي هذا اليتيم ودرتي فيه خير ميت لي با وفطرتيني، الله يجعل ربي يرحم ميمتك وباك في قبرهم هذه الليله. عاطف مسكين وليده، وعلاش كبر معنا ادري الصغير، جيت لقيته هنا باقي ادري افنيكيش، وكبر تبارك الله وتزوج راه وليدو طفله وعبد السلام اي راه في دار العروس بارزه بارز، وانا انا ومو انا ومو هاي لقاو نصيفط ونطيب، ها العروس جات ها العريجه، النهار الاخر صبح الشتا صاب هذاك العام غنصيفو. عقلتي ويلي ويلي القماحات بقيت نحصد في بلاد الماء، حق الله العظيم اللي غنقول لكم واحد 260 خنشه قنطار، 260 قنطار اللي رفدت ديال القمح وفارينا والشمندر، كنا نزرعوا الشمندر. من نهار دخل ذاك المخطط الاخضر المغرب تهجن، حق الله العظيم من نهار دخل من نهار تحط في القاموس المغرب تهجن، كنا عايشين نحرتوا بالجواج، نحرتوا بالجواج نديروا دحش وبقره ولا نديروا جوج جمال ولا نديروا جوج محروم اللحم حاشاكم البغال. وكيجي الصبر وكيجي الصيف وكيجي الخير وكيجي الخمير، نصدقوا ونعشروا ما نخلو ما نديروا، دوك حنا ولا الصدقه دايزه فينا، حنا الفلاحه والله لولا انا كون ما كانتش عندي هاد الحرقه ديال الطيابو كون جروني الكلاب باهي دورتي شحال من عام هادي، وحق الله. ارجع في الله، دخلوا نبيكات.
الله وصلنا لدوار النبيقات. خايف من خدام شي موت هنا. ان شاء الله هانتوما الدوار هدار العرس، الله يثبت العرس لمولي العرس ويجعل لهم كل شيء مبارك مسعود. هنا ان شاء الله نشارك معكم الفطور ديالنا كيف ما كتشاهدوا، بالرد ديال اتاي شويه الحلوى الكعك الشفنج كيف ما كتشاهدوا، زيت عود والتزبيبينت والكونفيتير، وهنا شويه الدويده. الدويده او المقارونيه، الناس بكري كيقولوا المقارونيه، هنا كنا نقولوا لها بكري الدويده، كانوا يفتلوها. علاش سمات الدويده؟ كيفتلوها العيالات الحرات، العيالات الحرات كانوا يفتلوها بيديهم يكرموها ويجدوها يفطروا بها الصباح العيد. هنا الخبز، الخبز ديال الخباز. وتابعونا ان شاء الله ونتمنى العرس يدوز مبارك مسعود على مواليه، والله يكمل بخير والله يجعل كل شيء مبارك مسعود. وديما صباح الدجاج، الدجاج ديما الغسيل والتعاويد كما كتشاهدوا هانتوما. صافي ضروري ما كنعاودو باش نحيد من داك الزفر ديال الفريكو. هنا ان شاء الله هانتوما بديت كنشار من الدجاج والرمي. هنا ان شاء الله هانتوما حنا ردينا، عندنا 140 ديال الدجاج، 140 حنا رديناها، باقي نسين نشرملو مزرعة وباقي نسين نشرملو ان شاء الله. وهذا هو لوكالة العمل، وغادي نرشوه غنشطبوه، الدنيا كاملة غادي تنقاو. وعاش شان الملك والشعب المغربي من طنجة للقويرة ومن وجهة للصويرة، والله يثبت الغاس لمولي العرس ويجعل لهم كل شيء مبارك مسعود، العقوبة لوليداتكم وبنياتكم وباش ما تمنيتو ان شاء الله، الله ييسر الأمور، الله يجعل كل شيء مبارك مسعود. والعيالات راهم باركين على حربابوش في دار عبوش. صافي الدجاج هو بدا يطيب، واحد جوج ثلاثة أربعة والخامسة، خمسة هما طابو كيف ما كتشاهدوا. شحال بقات لينا؟ بقات وحده وهذه الله رميتها، وبقات وحده اخرى من اللي هي، وبقات تقريبا شي جوج طناجر. غنفرغوا هادو ونردوهم. هنا السفاه لاصوص هو كيتشرب، هاد لاصوص هذا كنرجعو ملي كندير الدجاج كنرجعوه عليه، كنخليه يبقى سخون ونردو فوق منه، لان الدجاج مشرمل. الدجاج اللي بقى لينا هو هذا، هانتوما راه حنا كنشرملوه وكنحطوه هنايا تخوات طناجر، وغادي نحطوه فيه ان شاء الله. صافي 140 بحال قسمناها على جوج مرات، لان عندنا الغداء وعندنا العشاء، عندنا الغداء وعندنا العشاء. وهنا الله يحفظكم ويضمنكم ويسر اموركم كاملين بدون استثناء، حتى واحد ما يبقى بلا خاطر، كل شيء تبقاو بخاطركم، واخا نبقى بلا خاطر مع عندي بويطا نعبكم لعبدي راجل العروبي شارف. الحمد لله والشكر لله، الله ما نهونا طبنا. عمركم ما ديروا البيشان بيضين، ديما ديروا البيشان كحلين، كيردوا الظل، هادو كيصليو. انا درت على العصابه. وهنا الله يحفظكم يضمنكم ويسر اموركم ويسقم سعد بنياتكم ووليداتكم كاملين بدون استثناء. ويوسف الشريف اخبار فراسك، ما غنقولش ولد من انت وشكون انت ومنين انت. الحيوط الله ينقي الشوك من طريقك، والله يساعدك، والله يفيض خميرتك ويقويض خيرتك وييسر لك الامور ويرزقك من حيث تحتسب ومن حيث لا تحتسب، ويبلغك مرادك ان شاء الله. وراه بجاه الله السميع العليم راه غرضك مقضي. واحد السيده قالت لي دعا لي مع بناتي تما يتزوجوا، بنيات المسلمين كاملين يتزوجوا، حتى وحده فيكم ما تبقى، ولكن تشرب عقلها صغارات لا خدامينش شفنج. المهم كلكم ولاد وبنات، الدري تشرب عقلك وتشرب بلولك وخذها شارب عقلها العيل. لا انا هنا نقول لكم الله يحفظ وليداتنا ووليداتكم ووليدات المغاربه كاملين، وليدات المسلمين كاملين، من طنجه للقويره ومن وجده الصويره والبراني واللي ماشي براني واللي في برا واللي ماشي في برا واللي هنا واللي ملهي، وكل شيء كل شيء كل شيء. ولكن راه الصاد تبارك الله، الصاد الله يجعلوا لي من مغفره الذنوب، لا كدير شي ذنوب، الله يجعلوا من مغفره الذنوب. هما انا راه داخل الجنه، النور ديال السيد ربي النور، انا متاكد، انا مليار في المية متاكد داخل الجنه. نقول لكم عارف راسي، ما كندوي في الناس، ما كندي ديال الناس،
ما كان جقد ما كان بيعون شريف الحم عباد الله ما كان ما نهز من هنا من خيمس ام الكروش ندير خيمس ام المصارن ما كان طلق ودني ونسرق السمع ما كان طلقنا غض النظر عندي فمي الحمد لله ايدي الحمد لله رجلي الحمد لله كرشي الحمد لله مين بغى يديني الله انا الجن قالوا لي مين بغى يديني الله قال لك داروا نسبه الاحصاءات واحد المدينه في المغرب واحد القبيله ماشي مدينه قبيله قلت لك موليها هما الحطب ديال جهنم ما نقولش لكم شكون باش ما نوضش الفتنه. المهم مرحبا بكم ضحكوا خلقوا السعاده وعش الملك حتى حاجه ما غاتبقى كلشي غنموتوا حتى حاجه كلشي غيبقى غنرجعوا عجاج وبرقوق والزيتون ومول العرس الله يكمل عليه بخير والله يسهل عليه ويثبت ليه الغرس ويجعل ليه كلشي بارك مسعود وتحيه للعاوني الحشاش هذا هو اللي شد لنا هذه الخدمه نسيبو. هنا دار مولي العرس هنا هذه هي دار مولي العرس كيف ما كتشاهدوا الجهاز ساخن والمهم التليفون سخن. هنا السفه ان شاء الله كيف ديما فوره والثانيه من الكسكاس حط صافي الدجاج راه سيتحمر الدجاج راه سيطيب البصله سيطيح طيح ديال الليل عمر جهدك اوليد عمر جهدك صافي هنايا ها انتم هذه البصله راه مقابله على سوريا هنا الدجاج ها هو ديال الليل ديال النهار راه سيتحمر وديال الليل هو هذا ها هو ديال النهار سيتقلب فيه بنت خويتي. هنا البساط ديال العروسه العروس حشاديه جات للنبي قالت مرحبا والف مرحبا زيد زيد دخلوا قبل قبل اخرى قبل اخرى. هنا البسه ديال العروس تبارك الله ما شاء الله تجي وتجي فراشه تجي مثبته محصنه. الله يحفظك اودي الحشادي مرحبا بالحشاج لك. هنا تبارك الله على الحشاديات بنات عمي الحشاج نسابي فين ما مشاو فارعين درسة محمرين الوجه مرحبا والف مرحبا. بارك الله على الحشاجلة مرحبا بالحشاجلة مرحبا بكم ومن جانا يجي الخير عادة ديال الحشاجلة متوارثة عبر عن جد القصعة والشجرة مرحبا والف مرحبا فطور العروس. احنا ان شاء الله فطور العروس اللي جاها من دار باها الله يخلف عليهم والله يجيهم الخير والله يثبت الغرس ويجعل كل شيء مبارك مسعود ويكمل بخير. تحيه للحشاديات كاملين فين ما كانوا هنا وحبابنا وخواتاتنا مرحبا مرحبا انت تبارك الله على الحشاديات تبارك الله على الحشاديات تبارك الله على الحشاديات انتم الخير انتم الخير انتم الخير تبارك الله اصنعني تبارك الله على اصنعني تبارك الله على الحشاديات تبارك الله على الحشاديات خير تبارك الله ومازال باقي الخير هانتوما كيف ما كتشاهدوا تبارك الله على الحشاديات. هنا الفطور والبسات الحويجات ديال العروسه والله يكمل بخير ويجعل كل شيء مبارك مسعود. ضروري ضروري هنا تبارك الله الله يحفظكم الله يحفظكم تبارك الله ما شاء الله نساباتي وهلياتي وحباباتي الحشاديات محمرات ليا وجهي ورافعات ليا راسي العلالم وتبارك الله على الحشاجه وتبارك الله على النبيقات والله يوفق العرسان ويثبت لهم الاجر ويكمل عليهم بخير ان شاء الله بالرفاء والبنين.
وهذا هو الفطور. اسمعني الشاديات فين ما مشاو محمرات ليا وجهي. تبارك الله على الحشاش ده. وما نساوش الكسكسو ضروري من الكسكسو قصعة مزوقة. الله يحفظكم الله يبارك فيكم. تحية الناس النبيقات تحية النبيقات تحية النبيقات وتحية النبيقات. احنا دابا في دار النبيقات في دار العريس. تحية للمعمون دار بوعزة والرود دار بيضاء. تحية لي والأب ديالو والأم والعائلة الكريمة ومرحبا بكم. العقوبالي العقوبالي في الله الله يسر لك. وهاتهم راني كانت مختر وسط النبيقات. بارك الله على الولد. مرحبا مرحبا ابتات العبديات ديما محمر الوجه ورافع الراس ديما ديال العنايه هكا يكونوا بنات رجال المحضيه. وما نساوش الكرسي والبانيو والكيسان وكل شيء كل شيء. وما نساوش المزود حتى هو يا بالتكايات والمخاد بالسدادر وكل شيء والطلامط والمانط. وتبارك الله وتبارك الله شوفوا الجهه ومن دار باها. هكا يكونوا البنات هكا يكونوا البنات الى هداهم الله البنات المحضيات. تحيه للحشاديات ضروري على الحشاديات. اللي بغى يتزوج يجي للحشاش ده ولاد عمر تبات النبات. عاش الملك. اللي ما عجبوه عمريات الحشاديات هاي يخبط راسه مع حيط. تبارك الله ما شاء الله الله يثبت الغرس ويجعل كل شيء مبارك مسعود ويكمل بخير. خير تبارك الله. كادوات بتاتها من عند دار باها كادوات مع احبابها اهلها وبناتنا كيمشوا على صغارات تبارك الله ومثبتات بعقلهم وبدراعهم وحادقات. سير راني عسير. المهم دخلنا صورنا لك شي. تبارك الله على العوني تبارك الله على با عبد الواحد والهشام سي هشام. وغتعطوني شي مانطه ولا لا قرا البرد جاي ندي كل شيء. والله يعطيكم الخير الله يعطيكم الخير. خديت رداتكم ومحبتكم خديت محبتكم بالدنيا وما يجي منها. تبارك الله على الحشاج ذا من الميدان نجيبوها علاش لا لا جاو عندنا هنا وحبابنا ونحطوا لهم الماكله عليها. بس حي حي ان شاء الله الحريره كيف ديما. هانتوما الربيع خالتكم توريا يسير كتنقي في الربيع وغادي تسلق مطيشه ان شاء الله. زيدي الفاخر باش الدجاج يتحمر. شوفوا الدجاج تبارك الله ما شاء الله عليه السرورات تحمر تحت الفرينات. ها هو انت ديري دي حمام مريم اخر هنا كيف كي قلت لكم هانتوما هنا ان شاء الله. هانتوما الرغيف البيض مسلوق حلوه الشهده المسمن كيف ما كتشاهدوا مرشوش بالجلجلان الكيكه اللوز والقرقاع الفاكهه المسكه الفانيد الفقاس هنا الرغيف او مسمنات ثاني والبغرير والعوني راه واقف والحشاديات. وتحيه للحشاديات تحيه للحشاديات والكيكه. الله يحفظك اختي فاطمه وهانتوما تبارك الله وصلى على النبي والخير هذا والشفنج وكل شيء على الشفنج ديال الحشاديات. تبارك الله على الحشاديات. شكرا يا عزيز. الله يحفظك ربي يخليك. هاديك هاديك عاوديها. راسي بكعاس.
النعناع هانتوما كاين اتاي بالنعناع اتاي بالنعناع وما نشربو كاع. تبارك الله على الحشاديات تبارك الله على الحشاديات. بارك الله الصحة. هنا دابا باش غادي نفرقوا هذا الشيء بما يرضي الله، كل شيء ياكل، كل شيء العيالات، كل شيء الوليدات. مرحبا بكم انتم المتبعين الصقعين، مرحبا بكم خيركم في ديوركم. دوار نبيكات حشاجة، النبيكات ناسبوا الحشاجة، بنت الحشاجة جات لدوار النبيكات، بادلوا القصاص، عروسة جات مشينا ديناها من النبيكات، وسخرات ولدات وجينا دينا واحدة أخرى. وكيما نكون أنا، على مالها التعاويذ الشرع عطاني أربعة وخمسة وستة، مالاش بغا يجرى كاع. جيبوا موس، جيبوا موس باش نقطعوا هادشي، جيبوا موس، جيبوا موس أوليدي، جيبوا باش نفرقوا على الحباب. ومرحبا بكم ومرحبا بكم وألف مرحبا بالجميع، مرحبا بكم وخيركم في ديوركم، والله يجعل كل شيء ببارك مسعود، والله يثبت الغرس المالي العرس، الله ييسر الأمور، الله ييسر الأمور. وهنا كيف ما كتشاهدوا الحلوى، شوفوا الحلوى هذه ديال مالي العرس، هذه الحلوى ديال مالي العرس. تبارك الله ما شاء الله، وهما سيقطعوا كل شيء هو هذاك البيض سيتنقى اتاي عامر. شوفوا تبارك الله الصح عندي هنا ان شاء الله الفتره الحاسمه بدينا نحطه في الدجاج كيف ما كتشاهدوا. عندنا 16 طبسيل، دغميره موجوده، السفه موجوده، والله يثبت الغرس المالي العرس ويجعلهم كل شيء بارك مسعود بالرفاء والبنين. هنا ها انتوما الدريات الصقعات كاسرونه غارقه هي اللي كتعاون. ها انت شوفوا الدريات ملي كيكون عندي فوق ال 100 ديال الدجاج و 140 و 150 و 200 ضروري عندي التمرق، عندي باقي الليل الرجال ضروري ما كنخلي الدغميره شويه مطلوقه. بالنسبه ملي كتكون عندي حطه وحده كنجمعها شويه صافي غير باش نتفادى الهضره ديالتكم. نعم عندك شي خمه ديال القاند الله يحفظك. الزا كاينه شكون شي درتها باش اكلوا المسمن. جابوهم جابوهم هادو غيدو من الخزانه. ها انتم السفه كي دايره، سفه بلديه والعيال راه معرقه وسيغوت. الله يا ربي الله كون كان ولادي كويتو بالقطبان اللي لبعالك شبعاني وغوتو. على بناتي الله يرضي عليهم عمرهم ما حنوني. وهنا الله يحفظكم ويضمنكم ويجعل كل شيء بارك مسعود لموالي العرس ويثبت لهم الغرس. وهنا واحد الفاتحه الايمان الزهواني من مدينه الدار البيضاء تحت الطلب ديال الام ديالك. الله يجعل ربي بنيتي سهله لك، الله يفيض خميرتك، الله يوقف علامك، الله يزين مقامك، الله يجعل ربي سهله لك، الله يجيب لك شي نقره فين غير نحاسك، ما تكوني حالنا ما ضالنا، ولد الناس يخاف الله فيك، الله يحفظك ويحفظك كما تحفظ اللسان بين سنان، نهار الخيب صافي غيبه ونهار الزين صافي حاضره، انت وبنياتنا وبنيات المسلمين كاملين، شوفوا المغاربه، شوفوا المغربيات، راه الدعاوي اللي غندعى به مع واحد كندعى مع الامه كامله اللي في الكره الارضيه. الله يفاجئ عليكم، الله يفاجئ ديمكم، الله يجعل ربي يرزقكم من حيث تحتسبون ومن حيث لا تحتسبون، الله يجعل ربي يسهل عليكم، وانا راني وسط الكوانين ها انتم وسط الجدبه، والله يرحم اللي ماتوا ويطول في عمر اللي باقين.
بجاه الله السميع العليم، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. دعوة الخير عرفتوا علاش تلقى؟ قال لك دعوة المندوس أمضى منوس، حتى واحد ما تستهانوا به. أنا داعيت مع واحد البنت، بنت عبدة كتسكن في الشمال، شحال من عام ما جابش الله الوليدات. النهار اللي كنت في الكتاب كنت عادة في واحد الصداقة، هزيت عيني الله، يا ربي راني هزيت عيني ليك، ما هزيت لحد سواك. هادي راه بنتنا وختنا، بغيناها حتى هي تفرح. الله سبحانه وتعالى استجب، عرفناش عدل ولا علاما ولا معام، راه يكون دايز عف في الطريق، ولا قال لك سير الله يسهل لك، راه ربي يتصبى بالعرش محلول. راه باقي الاولياء في الارض، ما تكونوش غالطين، راه باقي الاولياء. كيف الله خلق الانبياء خلق معاهم الاولياء، والاولياء اللي ماتوا الله يرحمهم كيتسناو منا الرحمه والمغفره والدعاء، وحنا الاولياء اللي باقيين كندورو فوق الارض. الواحد يبعد من شوكتنا، راه لا بغيناك كتربح ولا ما بغيناكش، عمر الصحه ما دركها. انا من هنا نقولها لكم، سيرتو انا باكم العابدين، شي انا اقسم لكم يمينا ونطير على بناتي للرزاق، وما نفرح بهم ما يشوف، ما نفرح بهم ما نشوفهم كبروا قدامي، ولا حلفت لكم كنحلف صادق. اللي بغيتو ربي هناه دعوه الخير، واللي قعدت كرهتو كحلت قلبي من جهته، لا صحه لا مال لا دنيا لا اخره، غيحط على حمار ويتسارح. وكنقولها لكم، كنقولها لكم وانا راسي مرفوع لاعلى السماوات، حيت انا كنعرف راسي. كل واحد منا عنده كرامات، وكل واحد شريف على راسه. المغاربه كاملين شرفه، ما يتخير هذا على هذا، غير هو الشرف فيه وفيه، لكن شرف الادارسه احسن شرف في الكره الارضيه. واللي ما عارفش السلاله الادريسيه الهاشميه يقلب عليها ويسول. المهم مرحبا بكم، الله يحفظك ايمان بنيتي ايمان الزهواني، الله يحفظك لمهمتك وبواك ولعائلتك الكريمه. انا راه ابوكم العبدي راجل شارف مهلل، لا تملكم وش فوجي، ولكن النور ديال سيدي ربي كيضرب. انا دابا وجهي كيضوي اكثر من البوله، الجمال ديال الالهي، النور الالهي ديال الله. ها البوله شاعله والليل درك فات العشاء، ولكن وجهي مضوي، وجهي كيبان مضوي، والناس اللي تلاقاو معايا وشافوني في الحقيقه وشافوا الصوره في الواقع راه تبهروا. الحمد لله حنا هكا الشرفه، اللي حك علينا يضحك، مهورين ومهلين ومخرخرين. انا راني ها راني كنطوف، راه ما كنعرفش فين، راني وسط العافيه وسط الكوانين وسط الكواره وسط، وكاينين موالي الله الاخرين، كاينين ناس اخرين كيدوروا معانا هنايا. طلبوا السلامه وطلبوا التسليم، واللي في الدنيا يطلب السلامه ويطلب التسليم. خاف عليك اللي كتضيمني واللي غتكتب لي شي كومونتير وتهيني، خوفا عليك. ان الله يمهل ولا يهمل، وانا راني مسامح كل شيء، لا اللي قالها زينه ولا اللي قالها خايبه، ولا ضحكت معاكم وقلت المسمومات وكذا وكذا، راه عامن برا، كان مجرد مستملحات. انا ما نبغي حتى شي واحد شي حاجه خايبه، حتى شي واحد ما كنبغي ليه شي حاجه خايبه، ولكن الحمد لله. المهم مرحبا بكم، الف مرحبا، ورا خالتكم الفانا سيرة صف بالصفة. غنعشو النغوت، النغوت جاو عندنا جوج ربيع، النغوت والنغتات، تحية النغوت وتحية النغتات، النغوت هم الشيخ، النغوت بالغوص، مرحبا بكم. وهذا راه سيدي ياسين الهتهود ديال الغربية، إلا غابي تسنى ولا حضر يدنا، أبو اسمها الفخشاخ، الفخيشة اسمها، البنية، الشمس. وبغيتك بنيتي تكبري في حمى الله والنبي رسول الله في عز بواك، شمس انت راكي سميتك شمس، وانت تبارك الله ما شاء الله، الله يحفظك بنيتي يا شمس، والله ينجحك، والله يوصلك لاعلى الدرجات وتفرحي بواك ومينتك، وراه تبارك الله عليه. وتحيه لسي سين، تحيه ليه ولد عمه العريس، الله يحفظه ويضمنه وينزل البركه في صحته في وليداته. رجل بمعنى الكلمه، واقف وقفه رجل كان العريس ولده ولا اخوه. الله يسهل، الله يسهلك في النيات، العز بيك، ولينا الشرف اننا تعرفنا عليك. الله ييسر لك اولاد الناس، الله ييسر لك اولاد. يلا اخوتي المغاربه نمشي نشوف الشيخ حزام ومنجي، انا غنعقب. وهنا تحيه للعريس وتحيه للوزير، هذا هو اللي غنات عليه المايا وقالت له هي الوزير
قالت لك امك لا تغير. الله يسهل عليكم، مبروك ما دير. الله يبارك فيك. راه نسيب العوني ديال الحشاش دا، نسيب العوني. اه ورا العوني اللي جوجو والعوني اللي واقف والعوني اللي خطب والعوني اللي بتت. الله يسهل عليكم وليدي، وتت العقوبه لك. والله هاد الدري راه باقي يقرا، باقي في, في في يعني في المدرسه. الله يوفقه في دراسته هي الاولى، والله يجيب لك اللي فيها الخير، وانت الله يرزقك الدريه الصالحه. الله يجعل ربي يسهل عليكم عاد بنت الناس، وتولدوا وليداتكم وتدقوا وليداتكم وتكمل المسيره ديالتكم الى اخر حد. الله يحفظكم ومرحبا بنا عندكم. الله يحفظك. مرحبا. الله ييسر الامور. تحيه للمغاربه، تحيه للعوني، تحيه للحشاجده، تحيه للنبيقات كاملين، تحيه للنبيقات كاملين. دار القيد سي عيسى الروت، دار القيد سي عيسى الروت. يلا مرحبا بكم والف مرحبا. هاد العادة ديال الغرامة متوارثة أبا عن جد في منطقة عبدة، كلشي الناس في الدواور ديالهم كيديروها. غير السلف، مجرد سلف أو كادو في عوض ما غيجيب مانطا أو كفرلي أو في زربية أو شي حاجة، كتكون واحد القدر من المال اللي هو بسيط، وراه هذا هي العادة. المهم الفايدة في الجمع، وكل خير في داره، وكل شيء في الدور كيجوا ياكلوا ويشربوا ويفرحوا. واسمع مولاي، انا هشام ولد البيبي، كيغرم وكيعاود 100 درهم ونطري ساعة خير ان شاء الله. لا لا الدراري حاط شو سري على اللي سري تكسر، راه كاينين جوج البيع ماشي بيعة واحدة. واسمع مولاي، انا عادي ولد نوردين وسهرة، كيغرم وكيعاود 100 درهم ونطري ساعة خير ان شاء الله. سيد يونس ولد مامون راه جاي من الرباط من العاصمة، كيغرم وكيعاود 300 درهم ونطري ساعة خير ان شاء الله. واسمع مولاي، انا نور الدين ولد مكبور، كيغرم وكيعاود 100 درهم. واسمع مولاي، انا يوسف ولد عمك الروت كازا، مالك اخويا 500 درهم ورداني ساعه خير ان شاء الله. زيد فرحات وزري على الحكا مالي، انا مشيت تمرت انا صاحبي. اسمع مولاي، انا محمد ولد عمك اشيل افطار ربنا يسعدك ان شاء الله. زيد واش يا شباب الروز الشاشه 100 درهم. زيد اسمع مولاي، هذا محمد ولد صحيبي الروز الشاشه 100 درهم جوا. زيد اسمع مولاي، هذا راه عايشه في غير وكيعاود 100 درهم ربنا يسعدك ان شاء الله. اسمع مولاي، انا سمير الروت حشاشة 100 درهم. زيد اسمع مولاي، انا يوسف من هنا الحشاشة 100 درهم. زيد هاي ديال الحشاشة والناس الزهراء
يوسف من هنا الحشاش 100 درهم. اسمع مولاي هذا العب حق من هنا الحشاش 100 درهم. اسمع مولاي هذا الصديق من هنا الحشاش 100 درهم زيد. من هنا الحشاش 100 درهم زيد. هنا ان شاء الله بعد ما سال يعني الناس كتفرج والماكله خدامه وكل شيء خدام والله يجعل كل شيء بارك مسعود يكمل بخير والفيدرا في الجمعه وخيركم في ديوركم وقبلنا. هنا دابا سينعشيو الوتار الرباعه الثانيه الاولى كانت كمان جا ولد 700 وهذا والله ما عرفتو منين هو ما نكذب عليكم ما صورتوش ما كانش شخصيه على الوتار كيعجبني الكمانجه انا كتعجبني الكمانجه وتبارك الله على ولاد حنافيش الله يحفظهم الله يضمنهم الله يسر امورهم واقفين معانا هما ولاد الحشاش دا كلشي يتسخر وكلشي يجري بكم العبدي واش غادي نديرو المهم صافي ساليت الحريره راه حنا طيبناها ودورناها حتى هي كاينه وهنا كينتهي الفيديو نقول لكم السلام عليكم مع فيديو جديد ان شاء الله. هنا ان شاء الله العرس راه خليناه واقف حنا سالينا وشرجينا المعن وغادي العرس اخر ان شاء الله الله يدينا على خير والشيخ هانتوما راحنا الطريق ها الليل ها القمر ها الحديد ها الخزين ها دار العرس ها القهوات ها كل شيء وراه هادو هما العراس ديال عبده كيصبحوا الحال ما فيهم لا تبرقيق لا حضيه لا تحنزيز